ايه اللي بيحصل هنا ده؟ كل الشيطان مكانه. ده بابا وات. ايوه بابا، سايبين شغلكم وقاعدين بتلعبوا. بابا انت صحيت من النوم؟ صحيت اغفل شويه اصحى الاقيكوا كده. ده انا هفرجكوا. بس ايه الدخله دي يا برنس؟ يا جماعه بس يلا يا جماعه، ده بابا ابليس الكبير. بس حلو الطقم ده، انت جايبه من التوحيد والنار؟ مين ده؟ واحد من الديلرز بتوعي. ديلرز؟ وعشان الدخله الحلوه دي انا هعمل معاك الصح. الصح؟ ابليس يتعامل معاه الصح؟ ده اللي انتوا بتعلمه لهم يعملوا الصح. اضرب يا ابليس. اضرب؟ اضرب. يا بابا يا بابا ما يصحش اللي انت بتعمله ده. عايزهم يقولوا عليك ايه؟ شيطان غير متحضر؟ ارجوك اعتذر له. اعتذر له؟ فاضل تقولي لي اصلي له ركعتين كمان. يا بابا شكلنا بقى يكسف. يكسف شيطان ويكسف، يا خيبتك في عيالك يا ابليس. يا بابا خلي الحاجات دي لما نبقى قاعدين لوحدينا. حالا هنبقى لوحدينا. ايه ده يا بابا؟ انت جاي تستعرض قدراتك؟ شيطان واطي بقى تقول ايه؟ يا بابا دول صحابنا وانت كده جرحت مشاعرهم. مشاعرهم؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل لي ده؟ استحاله انتوا تكونوا عيالي. مشاعر ايه؟ ده اللي انا علمته لكم؟ ده انا لو علمتكم في الازهر مش هتقولوا كده. ايه اللي بيحصل؟ على فكره على فكره احنا اشقياء قوي، وخد دي عندك، احنا شقاوة فينا بس ربنا اللي هدينا. ربنا اللي هديكوا؟ اتعلمتوا الكلام ده فين يا عيال؟ العين صابتني ورب العرش نجاني. انت جبت نص نقل ياد ولا ايه؟ يا بابا اللي انت بتعمله معانا ده ضد حقوق الشيطان. ضد حقوق الشيطان. واضح ان انتوا انضميتوا لحركه ستة ابليس. يا بابا كفايه. وكمان كفايه. يا نهار اسود. يا بابا ان جيت للحق. حق ابليس يجي للحق؟ لا لا انا اسفه انا اسفه. ان جيت للباطل احنا حاولنا نعمل مظاهرات قدامك بس قلنا ما ينفعش. طبعا عشان الخروج على الحاكم حرام شرعا. لو انت صادق عشان انت بابا ما ينفعش نعمل معاك كده يا حاج. حاج؟ انا حاج؟ امال كنت في الحجاز بتعمل ايه؟ كنت بشتغل، كانوا بيرجموني هناك. وانا عاطل؟ وانت صحيت دلوقتي ليه؟ صحيت اشوف الخيبه اللي انتوا فيها. يا اولاد مش عايزكوا تنسوا مهمتكم، عايزكوا تنزلوا للناس وتروحوا لهم توسوسوا لهم تخلوهم يرجعوا كفره تاني. ها مش عايز الاقي واحد مؤمن خالص، فاهمين ولا لا؟ فاهمين، بس يا بابا البني ادمين بقى الشر ماليهم لوحدهم، ما بقوش محتاجين شياطين. لا اكيد محتاجين، اكيد في ناس هتلاقوهم لسه بيعبدوا ربنا ولسه خايفين من عقابه، هم دول اللي انتوا هتروحوا لهم. دوروا عليهم في كل حته، في امريكا، في الهند، في السند، في بولاق الدكرور، في اي حته في العالم، لغايه ما تلاقوهم وتروحوا تشتغلوا عليهم. وليه وجع القلب ده كله؟ ما نعمل سيرش على جوجل. جوجل؟ ده شطاني ده ولا ايه؟ حاجة كده. عايز ايه؟ عايز تعرف ايه؟ اكتب لي المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة اسمها يوتوبيا. يوتوبيا؟ فين اليوتوبيا دي؟ في مصر. مصر؟ حلو، احنا هنروح على يوتوبيا، هنوسوس